اليوم رح نفتتح بروجرام جديد تم اعتماده بالمركز، صلنا شهرين تقريبا عم نتدرب عليه اللي هو ستريم بروجرام. هذا البروجرام رح نشوف كلنا اليوم كيف رح يتدخل بتأهيل الأطفال لحتى يسرع النتائج ولحتى يكون سبورت لهم بالمدارس. والحقيقة احنا جربنا على أكثر من حالة وشفنا قديش النتائج رح تكون قوية.